السلام عليكم ورحمة الله. هنشرح النهاردة ازاي نحل لغز المربع اللي عطيلي فيه 3 مساحات وعايز مساحة الجزء الباقي. مبدئيا انا عندي كل نقطة هنا نقطة منتصف على كل ضلع، وعندي 3 مساحات موجودين، والنقطة دي نقطة داخلة في المربع. اول حاجة بنقسم كل شكل رباعي موجود عندي الى مثلثين بالمنظر ده كده. هنقسم ده وهنقسم الشكل ده، هنقسم الشكل المراد المطلوب ونقسم الشكل الأخير بتاعي. بعد كده بنقسم، يعني هنسمي كل مثلث عندي باسم. طبعا كل مثلثين هنا متساويين في المساحة، كل مثلثين مختلفين مع بعض، لأن أنا عندي هنا قاعدة وهنا قاعدة متساوية ودي رأس مشتركة، يبقى المثلث س هو نفس مساحة المثلث س. نفس الكلام القواعد متساوية وعندي نقطة مشتركة، يبقى لهم نفس الارتفاع، هنا ص وهنا ص. نفس الكلام هنا عين وهنا عين وهنا لام وهنا لام. بعد كده انا عندي لو جينا نكون معادلات، لام زائد سين ب 32، ولام زائد عين يساوي ال20، وصاد زائد العين يساوي ال16 سنتيمتر، لو جمعنا الاولى مع الاخيره يبقى لام زائد سين زائد صاد زائد عين يساوي 32 و16 48. أنا عاوز سين زائد صاد، يعني عايز أتخلص من اللام والعين. لو طرحت لام ناقص عين، يعني عندي لام هنا زائد عين سوري ب20، لو طرحت المعادلتين يبقى اللام هتروح مع اللام والعين تروح مع العين، بقيلي سين زائد صاد يساوي 48 ناقص 20، يطلع 28، وده مساحة الجزء المظلل بتاعي.